بعمل حفلة، بس ما تجيش عشان بعمل حفلة. فلوس 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 ساتر. لا اله الا الله، الدنيا عندها صارت المغرب وهي مش عامله لنا حاجه ناكلها لهالقيتها. يا بنت الحلال وين انت يا بنت الحلال؟ وين لك بدك تعملي لنا اياه؟ 2 كيلو بندوره و3 كيلو بصل. لا لا 3 بكفيش، خليهم 5 كيلو بصل، وكمان لسه بغوش بده ياكل وهو بجيب شغلات للدار. ايش هذا؟ يا بنت الحلال يا بنت الحلال، ايش تعمل؟ ايش تعمل؟ ايش تعمل؟ ايش بعمل مالك؟ بدنا ناكل، بدنا المغرب واحنا مفطرنا. طب ما تجيب اكل عشان اعملك، ولا بدك اعمل بالهوا اكل؟ فيش اكل عندنا يعني؟ يا زلمه اكل ايش يا زلمه؟ صار لك 4 سنين ما جبتش خضره ولا فواكه حتى على الدار، ولسه بتطلب اكل كمان. 4 سنين ما جبتش اكل على الدار؟ والله انك واحده ظالمه مفتريه يا بنت الحلال، اسمعي بديش اكل. كمان ها؟ ايوه اديله ابو حميد، اديله كرم، اديله كرم. لا لا ما تخزنيش كرم. هي وين ماما بنين؟ ماما تكسرني. يا ماما العب شوالك بنين. ايش في بنين؟ طب ايش في؟ طيب هو انت قران على الوزير مثلا؟ مش عارف يا ماما، بس الرقم حلو كتير عجبني. اوف خلاص اسكت، طلعت روحي منك لابوك. اطلع برا اجي، خلينا نرد على المكالمة. الو ابويا مش، طب انا ليش؟ يلا ولد قليل الادب. إيه لا لا بحكيش لك، هذا ابني سيبك منه. احنا ابو محمد وابو محمد. طلع اسمنا بالسفر عن جد؟ الله ينصرك يا شيخ ويرزقك ويعطيك يا رب، الله يخليك. خلص ماشي، بكره ولا اليوم؟ حلقت؟ خلص ماشي، يلا انا ان شاء الله هنجهز ونطلع. الله يعطيك يا رب ويرزقك. ماشي يلا، سلام. خلينا نروح احكي لابو محمد انه طلع اسمنا بالسفر. يا ابو محمد يا ابو محمد ايش في لمستيني يا بنت الحلال؟ ايش صار؟ عملتي اكل؟ لا، عشان كنا مسجلين السفر قبل فترة. اليوم طلع اسمنا، لازم نطلع اليوم على المعبر. وقت ايش اليوم؟ اليوم طلع زي ما كلمني. اليوم ولا هلا؟ هلا كمان شوي نعلم نشحن. الحمد لله يا رب، الحمد لله. عم نطلع البحر على السفن. يلا يا ابن محمد يلا. سمعتكم وانتم بتحكوا طالعين على السفر ورايحين على البحر. العباجة راح تروح على البحر. مين قال لك يا حبيبي انك بدك تروح معنا على البحر وبدك تسافر معنا؟ بدك تضلك عند اختك جوليا هان في الدار ترعاها وتكون الاب الحنون إلها والام الحنونة. شاطر يا بشاري. ماشي يا ام الحنونة والاب الحنون. كل سبني بقيت لوحدي. ايوه كله سابني بقيت لوحدي، مش عارف بقيتها. يلا دير بالك على اختك، دير بالك على اختك. يلا ما تسيبنيش الا الفرحة. دير بالك على اختك كويس. ماشي مع السلامة يا جوليا، دير بالك على اختك. لقيت هما راحوا على البحر، ايش عمل انا؟ لقيت ايش عمل الولد؟ انت بدك تقرا افكارك ايش نعمل؟ يلا Thank you.
بتقولي له وصي يا زهرة وكمان بتاخد مني الزهرة. أخيرا خلصت انفخ هلقيت ضايل المية. اها العب 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 بتروح على البحر وتسيبوني. انا بتروح على البحر وتسيبوني. العب العب كل شيء الا الكورة ما تسيبنيش وانا مشتاق. ست الحابة يا يا حبيبة مين هذا يا شد الحاج؟ جبته معانا. يلا خليه يطلع. هذا خالي هلقيت ما تاكل مصاري
والله لك قصير يا خال. لك شو خال؟ الخال وين؟ بوس يا خال. ايش يا بوس؟ انا سبايدر مان. خرب الدنيا يا جدعان. كل عمرنا نلبس فلوس، مش فايدة على بوس. والله انسان بدني. والله انسان بدني. انا مصمم ننسى الاسبوع الجاي. انت الله يسامحك قلت لي اليوم وهالكذا. ما بعرفش هيك اللي فهمت منه انا. انا عارف يا بنت حلال الله يسامحك. ايش فيك شو جاي؟ محمد وين يا اختي؟ والله نورت ابو محمد. وجهك سمح. عارف ابو محمد؟ اقعد انت بتكلمش. عارف ابو محمد هذا افضل مشروع انت تعمله في الحياه. مشروع ايش هذا اللي في نص الدار؟ ايش بك اخوك قاعد؟ شو هذا؟ من هذول؟ يا ابو محمد استهدي بالله وروق مالك عالسبت على الولد. الولد جايب اصحابه يا ابو محمد ومروق خربوه. مش خير قلت انت عامل مشروع خال؟ انت تكذب؟ تكذب يا عقل الوالدين؟ يا خال هو فين يا خال؟ يا تكذب؟ ايش بيحكي لنا اخوك قاعد؟ اخوك هو ابنك هذا. ما بعرفش انا زيك انت مش فاهم. انت والله جد فاكر بتعامل الولد معاملة سيئة. طب روح حبيبي، روح مع السلامة. مع السلامة. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. مع السلامة. طب استني كده هو يفهمنا اصلا. شو 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 جنبي ضرب مسبح. جنبي ولادي جنبي ضرب مسبح. طب استني عارف المية هذه والماء والمية. انا خنقت. انا خنقت من كل الحياة هذه. اسمعي انا خنقت. طب ليش تعمل الجسمه؟ انا خنقت. انا خنقت انت ولادك.